سيب الشنطة فتحت الله. أروح أنا حق ولا في مشاوير تاني النهاردة؟ يا ابني بعد اللي أنا شايفه ده يستحيل هخرج النهاردة. اختفي اختفي. ماشي يا حاج. يلا خد الباب وراك. السلام عليكم. سلامة. شوشو. شاوة. يا شوشو. شقاوة. اوعى الفحت. الحمد لله على السلامة يا حاج. وحشتني وحشتني. الله يسلمك يا جميلة. بسم الله ما شاء الله. ايه ده؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ بخور وورد وبسبوسة بالقشطة. وفتة العيد كمان، احنا ما عيدناش مع بعض. صح ما عيدناش، قطعت الرقبة. شايلة هالة. هو ده الكلام. تعالي تعالي. خدني جنبك. الله الله. قولي لي ايه الهوس اللي احنا فيه ده؟ انتي مسربة العيال فين؟ العيال عندهم تمارين في النادي لغاية الساعة 10 بالليل. 10 بالليل. شوشو بالراحة عليا، انا لسه راجع من السفر. انا الحق عليا، انا الحق عليا اللي عايزاك تكمل الحل بتاعك، ولا كنش حليته هناك مع منيرة؟ بصراحة حليته. نعم يا بنت. حليت ايه يا مجنونة؟ كان هما بس عاملين برطمان كده مشمش مربة مشمش، يعني خدتلي معلقتين على الماشي بس. اوعى. عيب. منيرة دي زي شقيقتي بالظبط. الله مش بعيد وهي بتحج تكون دعيت لنا وانت ان ربنا يهدي سرنا. وانت بقى دعيت لي بايه؟ انا انا دعيت لك انك تحلوي اكتر وتصغري اكتر ما بتصغري. يا لهوي. ايه؟ تعالى تعالى. استعنى على الشاي بالله. يلا. ايه ده؟ يا بنت انا بتصل. مش وقته. لا استني. مش وقته. استني بس. اقفل بقى. اهدي بس. ده برغام، ده رغام المحامي. مش مهم، كانك لسه ما جيتش من السفر. ان الراجل ده ما بيتصلش الا لما بيكون في حاجه مهمه. ياه. الو. الله يسلمك. لسه مفيش دقيقتين وداخل عتبة البيت. انزل فين يا استاذ؟ بقول لك لسه داخل البيت. لا طب ما يتأجلش يعني؟ موضوع ايه اللي طب بص، ينفع بس رايح لي ساعتين ثلاثة؟ أربعة. أربع ساعات كده وأجي لك على طول. ها؟ طب ما تقول لي بس يعني خير إن شاء الله، يعني خير خير. ها؟ طيب. لا لو كده بقى لازم انزل اجيلك حالا. ماشي جايلك. سلام. سلام يا استاذ. جايله فين؟ طب خد خد. لا 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 لا. هاي الاسوان دي. الشوشو. بالراحة وفاء، ماما جايبة الحاجات للناس كلها، خدي بالك. وانت مالك انت؟ الحاجة فتحت الشنطة وقالت لي خدي يا وفاء اللي انت عايزاه. خدي يا ملك دي، اسيها جوه يا حبيبتي. روحي مد ايدك يا حنان وشوفي فوقي بقى من اللي انت فيه ده يا بنتي، وسيبيها على الله. ونعم بالله. أمكم بقت تنسى 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 تنسى. أنا حزينة ومقهورة على جركن زمزم اللي ضاع ده. أقول لها يا ماما خدي بالك، يا ماما خدي بالك، دي شفا وبركة. برضه مفيش فايدة. ونسيتهم جنبها وقامت. إيه ده؟ يعني أنت عايزة تفهميني إن أنا نصيبي من مية زمزم الإزازة دي بس؟ شفت بقى؟ أديك مستشويهم. أنا بقى كنت ناعية هم البصة اللي أنا شايفاها في عينيك دلوقتي، بس أعمل إيه؟ والله ما بإيدي. أنا لو عليا كنت جبت خمس ست جراكن زمزم، وكنت اديتكوا خمس ست أزايز مية من دول، ومعاهم كمان رشتين عود من ده، على فكرة ده عود أصلي. آه أصلي صح. لا بس أنا زعلان، أنا زعلان جدا. ده أنا بقالي أيام وليالي بنام وأحلم بمية زمزم اللي أنت هتجيبيها لي. أعمل أنا إيه دلوقتي؟ تعمل أنت إيه دلوقتي؟ ولا ده أنا مربياك يا ولا. أنت بتسرح بيا ولا إيه بالظبط؟
على فكرة أنا عارفة ومتأكدة إن أنت كمان ما بتصليش. يا هرشني يا هرشني يا ولا يا جامد يا مولي. عيب الحاجة أهو لقط أهو لقط. يوسف يا عمر وحشتني أوي. هو شايفني؟ يا داليا عاملة إيه يا حبيبتي وحشتيني. الحمد لله يا حبيبي كويسة، أنت عامل إيه؟ الحمد لله زي الفل. بقول لك إيه يا ولا؟ اثبت يا ولا ما تفضحناش. بقول لك ايه، انا مصوت لك ب 200 جنيه ومسيح لك عندي في الشركه كلهم بيصوتوا لك، اجمد واكسب. انا قلقان قوي والنبي ادعوا لي. ها وتقلق ليه يا حبيب اختك؟ هو في مز زيك كده يقلق برضه يا يوسف؟ الهي يا رب وانت جاهي وحياه حبيبك المصطفى تتقبل دعايا. يا رب يا رب تسقط في المسابقه يا يوسف يا ابن امي وابويا، عشان طريق الشيطان ده يتسد في وشك. قادر كريم منيره منيره اسكتي والنبي ما تعيش خالص انت. علشان بحبك بدعي لك ان انت ان شاء الله تسقط في المسابقه عشان تبعد عن طريق الشيطان ده خالص يا حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله على السلامه يا حاج خالد. حج مبرور وذنب مغفور ان شاء الله. واضح كده ان الحجه اتقبلت. وشك منور قوي. منور ايه بس يا عم شاكر؟ ده انا الشمس عماله تحمص فيا ال 20 يوم اللي انا قعدتهم هناك. انا بتكلم عن نور جواني. بقول لك يا عم شاكر، انا سايب قاعده في البيت فشر هارون الرشيدي. سيدي يا سيدي. مش سايب القعده الحلوه دي بقى عشان اجي لك وتقول لي اذا كان نوري براني ولا جواني. يا عم انا مش كلمتك وقلت لك في خير كتير. اهبط كده واسمع. افتي يا نجم. اسم مراتك ايه؟ نعم اخويا. الاولانيه مش التانيه؟ مش هتفرق برضه. نعم اخويا. اسمها منيره ابراهيم حسين المندوه، صح مش كده؟ يا نهار اسود. من ايه؟ هو في قضيه على منيره ولا حاجه؟ الست منيره بقت مليونيره هي واخواتها. مش فاهم يعني ايه؟ وضح لي عشان مش فاهم. حتة الأرض بتاعت إبراهيم حسين المندوه اللي في إسماعيلية دخلت كردون مباني. في اللحظة اللي إحنا فيها دي هي واللي زيها بيتسعروا بالمتر. يعني تقريبا كده إحنا بنتكلم في 30 مليون جنيه. منيرة وإخواتها هيطلع لهم 30 مليون جنيه؟ بالميت يا عمنا. أبارك دعائك يا حاجة صفية.